برنامج التحرية الاجتماعية بشكل صريح مباشر، ما كان ستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة في المغرب. مرحبا بكم بالتحية لكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 إلى 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم. تحية مسائية على كل مستمعينا الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح، دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس أستاذ المامون مبارك دريبي. أهلا بك أستاذ، مرحبا. مرحبا لسنا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك أستاذ. اليوم في موضوعنا في بكل وضوح غادي نتكلموا على صعوبة ربما كيعيشوها بعض الأزواج اللي على أتفه الأشياء وأبسط المذاكرات والأفعال كيصبحوا في انفجار. فهاد العياء أستاذ والتعب اللي كيعرفوه الأزواج، يعني كيفاش نقدروا نحميوا الآخر يعني في الجانب النفسي ديالو، وشنو هي الاشياء اللي كتعطيها الصعوبه، يعني كيفاش كل طرف يعرف فوقاش يعني كينفجر الاخر ويتفاداو بعضياتهم باش ما يوقعش هذا الانفجار، وكذلك باش ما نشحنوش البيت الاسري يعني ونفسدوا العلاقه الزوجيه. هو لله حنا دابا داخلين واحد العدد من الناس عطال وكونجيات، ناس كيدوزو عام ماشي بسهل، خاصه اللي كيشتغلوا المدن الكبرى، النقل، الصعوبه ديال التنقل، الضجه، الكلاكسونات، وسائل النقل كتعطل ولا كيجي اكتضاض، المسائل المعيشه اليوميه، الانسان دائما تيربح قل من الحاجيات ديالو، كل واحد دائما تينفلت له في الميزانيه، واخا هي ما يحسب كيخرجوا له حسابات واحد اخرين. هاد الاكراهات اللي كيعيشوا الناس لابد لهم من انه ما نبقاوش عوالين غير على الصبر الصبر الصبر. هاد ثقافة الصبر هي جوهرة عندنا في الفكر الإسلامي، ولكن ماشي دائما الصبر هو الحل. الفكر الإسلامي كاين هنا على الخصاء. خصاء واحد النوع من الصبر، حتى كيولي الانسان بحال شبه ميت. الصبر هو ثقافة ديال ايجاد الحل امام الاكراهات. اكراهات ديال العمل، اكراهات ديال القراية، الاكراهات ديال التكوين، الاكراهات ديال احداث مقاولة، الاكراهات هادو تما فين كيحتاج الانسان صبر. واحد الوثائقي ننصحكم تشوفوه، اونكيت اكسكلوزيف في قناه ام 6 ديال الشهر الحالي. تخيل الله غيمشيو لواحد اكبر دور صفيح شبه القاره الهنديه، فيه ازيد من 700,000 نسمه، ما كاين لا ضوء لا ماء لا واد الحار لا والو. هاد اكثر من 700,000 نسمه عايشين غير في برارك، راه مدينة وسط حشاك النفايات، وسط الفيران، وسط الكلاب، حشاك يعني. والغريب في الأمر أن السلطات الهندية كتبرمج زيارات سياحية لتما، والناس كيخرجوا تيستقبلوا السياح، حيت لما شفناش شنو كاين في العالم راه عمرنا ما غنعرفوش عندنا. خصنا نعرفوا شنو كاين في العالم. الهند قوة نووية كتصنع أقمار صناعية، وحاليا راه حاضرة في توصل القمر والفضاء، راه حاضرة هي ما مغيباش، راها مع أمريكا ومع روسيا ومع الصين. فهاد الناس اللي عايشين تما ملي تيزوروهم هذوك السياح، أنا جاتني غريبه كيفاش الهند كتجيب ناس سياح يزوروا تما وتيستقبلوهم هذوك المواطنين تما وتيتكلموا معاهم. اولا غيوريو النجاعه ديال هذوك الناس في تحويل جميع الاشياء، كل حاجه كتلاح وما كيشدوها، ما عندهمش حاجه كتلاح في هذيك الموضع، اي حاجه كتلاح كيمشيو كيجيبوها.
يعودوا يشتغلوا بها، وتيوريو ناس اللي نجحوا من تم ومشاو للمدن، يوريو تقول له راه كان عندي ولدي كبر هنا وقرا هنا دابا راه خدام في واحد البلاصه. اللي بغيت انا كمثال نعطي به ماشي صدفه ان اوروبا كتمشي تعرف مواطنيها على مواضيع ماشي الفقر، هذا راه تحت من الهشاشه، هذا ماشي الفقر، هذا راه تحت من الهشاشه اصلا. الفقر هو يكون عندك بعدا شي حاجه فين فيها الضوء والماء، هذا راه ما كاين والو، شي فوق شي براكه فوق براكه ودايرين سلالم ومصيبين غير بالبلاستيك، راه يمكن لكم تلقاوها في يوتيوب وتشوفوا هذا. وناس مزوجين والدين وكيربي ولادهم. انا شخصيا شويه جاي في العالم هذه سنين، كنعرف بقيمه والخير اللي عندنا في المغرب، وهاد الناس اللي برمجوا قناه ام 6 هذاك الدوكيومونتير ما هماش ناس داروها عن غير قصد، كيبغيو مره مره يعطيو للمواطنين ديالهم في بلادهم في اوروبا وفرنسا بالخصوص يلقحوا لهم جهاز المناعه النفسي وجهاز المناعه الفكري، باش كيتلقى هو باستقباله للتعفن، باش كتعرف راسك عندك جهاز المناعه ملي كيجي الميكروب وما كتمرضش كيلقاه جهاز المناعه ديالك. فراه كذلك جهاز المناعه الفكري والنفسي ملي كتلقى واحد الاشياء في المجتمع صعيبه وفيها 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 ما كتوصلش للامنيه ديالك بسرعه، ما كتوصلش لحاجياتك بسرعه. فرق ما بين تكون مقموع كل شي واحد محيد لك حقك، وفرق ما بين تكون صعوبة إكراهات المجتمع دارها، مجتمع احنا مسؤولين عنه كاملين، فقير والغني والسياسي وغير السياسي كلنا مسؤولين عن المجتمع ديالنا. مغاربة احبابي تيعرفوا علاقتي معاهم انه سعادة اليوم يمكن لنا نصنعوها احنا، تكون مريض ولا تكون صحيح ولا تكون فقير ولا تكون عندك مشكل، هذاك اليوم واش ممكن لنا نختموا البيلون ديالو في الليل ونقولوا خرجنا منه سعادتنا؟ هذه هي ثقافتي، هذا هو عقليتي، هذا هو فهمي اللي المغاربه تجاوبوا معايا فيه. هو تكون كما كنتي مريض ولا كتعاني من شي مرض مزمن ولا عندك صعوبه ولا اش غادي يفيد هذاك النهار الى ساليتيه وانت شي على فيك العافيه؟ ما غيبدل لك في الواقع ديالك حتى حاجه، غدا غتصبح غتلقى الواقع هو هو. اذا كاين اللي كيحدث سعادته بشكل مصطنع، هذا هو اللي كيستعن بالمخدرات ولا تيستعن بالشراب ولا تيستعن بشي منشطات، هذا كيحدث سعاده مصطنعه. والصبر الحقيقي اللي غادي يعطي قوينا امام الاكراهات بحال هذوك 900 الف نسمه اللي في هذاك الكاريان تما، في اكبر كاريان في الجزيره في القاره الهنديه، ما كاينش حتى في الصين، ما كاينش حتى شي بلاد، قريب 1 مليون مدينة على قدها، مجتمع على قدو، وناس يلقاو حلول في هذيك الظرفية في هذيك الصعوبة. ما بالك لمشيتي جنوب افريقيا شاطر لا، ما بالك لمشيتي البرازيل شاطر لا، ما بالك لمشيتي لاعماق افريقيا اللي حنا حنا ولادها ولاد افريقيا شاطر لا. اذا الحد الاقصى هو الخصاء الصبر، ما خصناش نصبروا حتى يولي انسان زومبي ما بقاش يحس. ولكن واش ممكن نعرفوا الاخر، نعرفوا له كيفاش نكونوا في ثقافه الادراك بدون ما نخلقوا ثقافه الدرك؟ كنطلبوا من الاخر الادراك. ما معنى الادراك؟ هو يفهمك بلا ما تقول له. المراه كتفهم راجلها بانه نهاية الشهر قربات ما عندوش فلوس، إذا ولو أنه محتاجة تقول له شي حاجة الفلوس راه غتقولها لواحد ما يقدرش يقول لها شي حاجة. تتراوغ الواقع. هذا ذكاء منها. ولكن نطلب هذه المرأة واحد الذكاء خارق راه بزاف، راه مابقاش بنادم. إذا خص هذاك الرجل كيفاش يجعلها تدركه. هذا هو الإدراك. والدرك هو تتجري من وراه. هذا هو الدرك. فاصبحنا في المجتمع وحال عدد من الناس ما بقاوش كيساعدوا عشيرهم ويساعدوا بعضهم في انه ينسجوا ثقافه الادراك. يحطوا الدرك. انا هكا وخصك تحسي بيا
وانت ما تتفهميش وهي كتقول له فيات شتي دائما حتى غادي يوقع كلاش بوم وغادي تصعيد ولا ربما يشتموا بعضهم ولا يقدروا يوصلوا للعنف الجسدي شي يضرب شي ومن بعد عاد كيتفاو وعاد يديروا الطقوس باش يتصالحوا وعاد يخمدوا واحد المده وعاود يشالوا. اذا احنا منين هربت لنا ثقافه الادراك؟ شنو وقع؟ تتبنى هي على الانتظارات. كل واحد فينا عنده انتظارات ما مسميهاش. هذه الانتظارات يا اما هو محروم من تركيبته يا اما اماني تيتمنى. واحد فينا كيتمنى على الاخر. ما قدرش يسمي الامنيه اللي ربما ما عرفش. كيوصل لليكسيتيمي واحد الاضطراب اللي كيهرس التعبير. اللي كتكون العاطفه او اللي كيكون التعبير ما كيحش الانسان بمحتوى ديالو العاطفي. ده هو واحد الاضطراب ربما منه او لا فقط غير واحد النوع من 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 تخاذل. حيث تخاب نادم كان مع مو هكاك كان مع باه هكاك كان مع اخته حتى واحد ما هزلو الهمه حتى واحد ما زعزع عليها الهمه وبقات جايه بحال هكا شتي واحد النوع من التخاذل. هو ينجح العلاقه كيخص فيها اجتهاد. لاحظوا الطيور حيت باش يطيروا خص الريش تاعهم يكون ديما بخير وعلى خير. تلقاهم نهار مطل بقاش ما تيجلسوا الطيور ملي ما كيطيروش كيديروا كتلقاه بالمنقار ديالو كينظف كل ريشه ريشه كيلمعها كل ريشه ريشه كيدوز عليها بمنقار ولا ربي عطيهم هذاك العنق كيدور حتى الظهر باش يوصلوا بالمنقار ديالهم لكاع الريش تاع الجسم ديالهم. اذا دابا هما كيلمعوا الريش لانه بلا بلا بلا, بلا, بلا الجوده ديال الريش راه يطيح ما يطيرش ما يمشيش بعيد. اذا حنا شنو خصنا نلمعوا؟ بهذاك المنقار ديالنا. شنو هو الريش ديالنا حنا؟ هو علاقتنا مع الاخر راه حتى هي ذات. كاين انت وكاينه انت وكاينه العلاقه راه حتى هي ذات. حتى هي جسم حي. شكون اللي غيقابل ليها الريش تاعها؟ وعلى الاقل 50-50. اما هو العاقل خصو كل واحد يقابلها كان الاخر ما مقابلهاش. شتي الذات اللي هي العلاقه العاقل فيكم خصو يقابلها كان الاخر ما مقابلهاش. اذا اش غتولي؟ الا قابلتها انا كان الاخر ما مقابلهاش والاخر حتى هو قابلها كانني انا ما مقابلهاش كنوليو مقابلينها جوج مرات. هذا هو الحرص. الحرص شنو هو؟ هو كتعتني فوق العنايه. اذا 50-50 راها مقابلة الكسالة اللي هي غتعطيكم 100 راها لأن علاش؟ لأن غادي يسهل الإنسان لأن غيخطأ الإنسان لأنه غيمل الإنسان غيتكاسل غيتكاسل. إذا إذا خديتي 50-50 ونسيتي نسيتي أنت نسيت هي وعطيتوها 25 بالكم علاش دابا تنملوا من بعضنا البعض وتتنوض الخصومة بسهولة؟ لأن ما مقابلينهاش 200% ما مقابلهاش هو كأنها هي ما مقابلهاش وما مقابلهاش هي كانه هو ما مقابلهاش. معولين على اساس شنو هو ودرت الحق ديالي ودير انت الحق ديالك. شتي الا في المحبه الا في العشره ما خصناش نكونوا كنديروا الحساب. المغرب عندهم واحد المثل تيقولوا اللي حضر يقضي. اللي حضر يقضي. يكون عندك واحد الجامع في واحد الحومه ما عندكش الامكانيات انك توضب له واحد الفقيه واحد الامام توضب له شي ناس يقابلوه. اللي حضر في المصلين الاول تيقضي. تيجي واحد من المصلين بكري كيبان له الحصاير كاع مسخين تينظف تيبان له واحد الموضع مغبر تيشطبو تيبان له واحد الربيع ما مسقيش كيسقي. لا غدا كيجي واحد قبل منه تيقضي. علاش؟ لانه بيت الله. وراه كذلك في العلاقه. كيفاش؟ نعطيوها 200% هذه العلاقه. تكلمنا على ثقافه الادراك وقلنا الانتظارات. ما تعولش علو وما تعوليش علو ما تعولوش على بعضكم البعض انه يدرك واحد الحاجه اللي انت ما بينتيهاش وما جعلتيهاش تعرف. حيت شنو هو حسن الظن؟ شنو هو سوء الظن؟ حسن الظن هو تنقول ما انتبهش ليا وما فهمنيش
هو حسن الظن غيحضر حيت ما عرفش، وما عرفش راها من المعرفه يعني ما ظهرتهاش، وحتى لا ظهرتها باي اسلوب ظهرتها باش ما نفروش، حيت لا ظهرتي واحد الحاجه انت تطلب منها العنايه وسممتي بها الاجواء، واش حببتيها ليا باش ندركها؟ ما حببتيهاش ليا نفرتيني. اما الا انت واحد الانسان ملي كيجيك الجوع تنقص لك السكر من في الدم وتتعصب وكتولي كتغوت، بينها لينا بان راك واحد الانسان ملي تتجوع راك تنقص لك واحد العدد من كذا في الجسم وكتولي تتغوت وكتولي عصبي، بينها لينا في صيغه الرجاء في صيغه الطلب. واحد شويه ديال الزيتون وزيت العود محطوط فوق الطبله وشويه الخبز ديما كاين، واحد شويه ديال الماء، كيدخل الانسان جيعان ما يحتاجش يبدا عارولي عارولي، هذيك البركه تيقضي بها. وري بانك انت واحد الانسان تتبغي واحد الحاجه نقب بها ريتاما ريتاما، وهي عاوتاني كذلك عندها اخبار تبغي تعاودها لراجلها، حداث عاشتهم مع ولادها في المدرسه في الطريق في السياقه في كذا. شنو هو الكلام اللي كنتكلموا بعضنا البعض؟ شنو هو الكلام؟ راه بحال واحد الموضع كنديروا فيه حويجات، ما يمكنش دابا واحد الكومودا نديروا فيها 100 قميجه 100 سروال، ما يمكنش واحد الموضع كنستفوا فيه 4 ديال الصوابط نديروا فيه 10، ما يسعش. وراه كذلك الخاطر الانسان واحد الوقيته كيتسد الخاطر وتيتحل الخاطر. الانسان اللي عنده قدره باش يوريك ويحسس لك بان خاطره مسدود وبلا ما يكشر لك فوجك وبلا ما يسبك وبلا ما يخلق لك مشكل، وتيحسس لك عاوتاني وتيوريك ملي خاطره تينفتح. اذا واش نقدروا نكونوا حنا في هذيك الثقافه ديال تقصي واقع وحقيقه الخطر بلا ما نكونوا في الاصطدام؟ امدرا كي داير خاطرك ندويو ندويو، شتي هو هنايا كنستفزوا الواحد إذا كتقول له بحال أنت زعما راك معقد وخاطرك ديما مسدود واش ندوي؟ أحطي. أما تقصي حقيقة الخاطر، أولا مراية الوجه، كنشوفوا الملامح الإنسان، كنشوفوا ذاك البارق دعينه، تخيل الجفون ديال الوجه تيوريوك الخاطر الإنسان، كيبان لك الجفون ديالو مزيرين كيتسدوا حتى كيولي ذاك المومو صغير، وبعد نوبات كتبان لك العين الإنسان وساعت، كتشوف هذاك المومو ديال عينه كاك بارك بحال شي قمره. هاد العلاقه بالقرايه، نقراو الاخر نحفظوا الاخر، الا حفظتيه تحفظ هذيك العلاقه، هذيك الذات اللي هي العلاقه كتحفظها. ما لما حفظتيش الاخر ما اجتهدتيش باش تحصل على ثقافه الادراك، نكونوا في الدرك، واحد سابق الاخر، واحد معطل على الاخر، اش كيوقع ليهم؟ تيصطادموا الاتفه الاشياء وتنعكروا تنشحنوا هذاك الجو اللي كيتعب الانسان، لان الانسان اش كيخدم؟ علاش كيجري؟ علاش كيولد؟ علاش كيربي؟ باش يتمتع واحد السويعه ويرتاح واحد السويعه. مرحبا. اذا مستمعنا غادي نتوقفوا مع فاصل كالعاده ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح دائما مع استقبال مكالماتكم الهاتفيه على 0522 88 00 61 61 62. لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح، وغادي نمشيو مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. ناخذ اول مكالمه معنا، سي عمر من ورزازات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سي عمر. استاذي العزيز الدريبي. مرحبا سي عمر. كيداير بخير؟ لاباس خويا بارك الله فيك. امور هانيه الحمد لله، بارك الله فيك طول عمرك. تشكر جزيلا على هذا البرنامج القيم. شكرا على الواجب. مرحبا بك سيدي عمر. مرحبا. عافاك خير. عندي دابا ترددات شحال في عمرك؟ شحال في عمرك سي عمر؟ راه كنت هضرت معاك نيت تقريبا شي 15 يوم هادي. وقلت لي راه غادي تشوف لي داكشي، حيت قلت لك انا عندي الامكانيات وداكشي، قلت لي غادي تشوف لي شي واحد في مراكش. واخ واخا عمو، واخ واخ. اييه. وكنتسنى الاتصال. واخا عمو، واخا عمو، واخا واخا، غير شويه ديال الدرك، حنا اللي نداويين على الدرك اليوم، شويه ديال الدرك. تنشكروك على الفرصه. لا شكرا عليك، بارك الله فيك اخويا، بارك الله فيك. نشكروك. مرحبا بك يا عم. تنتظر ديك النهار المكالمات ديالكم، ولكن والله ولدي راه غير شويه ديال الشغاله تاع عمو، والله شويه ديال الشغال كثار.
غير نلقى شي والله وقيت وخصني نتصل بالناس وما كنلقاهمش كاينين وخصني نعاود نتصل وما كنلقاش الوقت وخصني نعاود نتصل وما كنلقى راه الله اللي عالم الله اللي عالم ديك الحالة زعما اللي تنمر بها الله يا خويا الله 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 لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. واخا عم واخا انا غنعاود نشوف الحباب في مراكش ان شاء الله نحاول ناخذ موعد اللي عطاه لي قريبه ولدي ونعاود نتصلوا بك. شكرا لك بزاف سي عمر من ورزازات على تواصلك معنا في البرنامج. وغادي ناخذ مكالمه اخرى معنا ناديه من الدار البيضاء. الو السلام. مرحبا ناديه. وعليكم السلام ورحمه الله. نهار كبير هذا ملي كنتصل بك. بارك الله فيك اختي ناديه. كنشكركم بزاف راني متوتره لحقاش تفاجات مني حالفني الحظ. ايوا الحمد لله. خير ان شاء الله خير. دايرين بخير. لاباس اختي ناديه مرحبا بك. بارك الله فيك. شحال في عمرك ناديه؟ عمري 30 عام. مزوجه مازال؟ مزوجه وعندي جوج وليدات. بارك شحال في عمرهم؟ واحد عنده 5 سنين والبنيه عندها 3 سنين. ايه شنو السؤال ديالك؟ السؤال ديالي دكتور هو يعني ما مرتاحاش في حياتي ما قداش نحدد شنو هو المشكل ولكن الراحه ما كايناش. الو كنسمعك اختي كنسمعك اختي ناديه. من ناحيه حيت كنت انايا اصلا ساكنه في دارنا يعني وكلشي كان قريب ليا وداكشي وتحولت لواحد السكن اقتصادي كلشي بعيد ما قريتش ما لقيتش فين نقري ولادي ما السبيطار بعيد كلشي واضافه لهادي ما كاينش العوين ديال الراجل من هذيك الناحيه ديال زعما يعطيني وقت انا ولادي ولا شي حاجه ما كايناش لدرجه انه دابا في الاول كان كيخدم الحد وداكشي انا كنقول نساير الامور ونحاول ندير في لحقاش هو اصلا خدام في شركه ما غاديش يعني مضطر دابا مني وليت انا يعني مكلفه بكل شيء وصابره واخا البعد واخا يعني تعرف دكتور سكن اقتصادي راه يعني جينا في واحد عطاونا في واحد الشطر اللي بعيد يعني اي واحد تيطلع من هذاك الوسيله اللي كنستعملوا الترام يطلع تيتقهر وانا جبت وليدات يعني تنبقى سميتو والسوق بعيد وكل شيء ماشي مشكل ولكن زياده دابا مؤخرا ولا تيجي حتى لجوج الليل والبارح عاوتاني قال لنا غنخرجكم وهادي وهادي كنتفاجئ مع الصباح وجدت لي الفطور قال لي انا راه عندي شي خدمه غير قليله وهادي ساعتين وجدت الغدا تنتسنى هادي ما جاتش جوج ونص تاع الليل قال لي يلا سالي قلت له واش الله سبحانه وتعالى يعني راه خلق بزاف في الدنيا ماشي انا ما مكلفه حتى شي حاجه يعني ما مكلفاش يعني انا بغير الكفاف والعفاف والغنى عن الناس مثلا ماشي من هذاك النوع اللي كنشد في شي حاجه ولا يعني بغي نعيش قلت لي انا يعني حنا شارين الدار الحمد لله ما عندنا التريسه لا والو يعني قلت لي داكشي اللي قسم الله الله يجعل البركه وسميتو اصلا تيقول لي هذيك الكلمه اللي كطيب الخاطر ولكن كنحس بها انا قليله في هذاك الشيء اللي كنحس به انا يعني مني ما عيطتش ليا البارح انا قلت كنبقى مديره يعني اسوء الحوايج تنتخيل تنقول ربما طرا لي هذه ربما هذه في الاخر مني تيجي تيخسر عليا كلمه كيقول لي سمح لي ما عنديش الوقت خاصني نصلي خاصني نحس وهكذا ودارنا ما كنبغيش ندخلهم لحقاش ما كاينش يعني الانسان ما يقبلنيش بجوج ولاد وداك الشيء كنقول الصبر ولكن الصبر يعني حسب راسي اختي ناديه علاش 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 قلتي دارنا ما بغيش ندخلهم علاش كتوقعي ان هذا الشيء غيمشي ويولي مشاكل علاش؟ لحقاش سميتو طرا لي واحد المشكل معاه وسميتو يعني الوالده ديالي مخليه دار با وعايشة غير مع خوالي مقابلة ليهم الديور ديالهم حيت كاينين في برا يعني وانا ما كان انا باغا الا مشيت غضبت باغا نغضب في دار لا علاش 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 هاد الفهم هكا اختي نادية علاش علاش هاد الفهم هكا دابا شوف معايا واحد الوضعية ديال نساء افريقيات دابا هما راه عندنا هنا في المغرب جايين من دول جنوب الصحراء واحد العاده راه كتشوفهم في المغرب. اييه ساكنه في شي بلاصه ومقابله الخدمه في شي دار ديال شي ناس وكتفيق مع الفجر وكتمشي وكتطيب وكتسيق وتقري الدراري ولا تسخر وفي العشيه تجي وتلقاها مزوجه هي والده
وعايشين هي وراجلها. دابا نتوما واحد العدد ديال البنات المغربيات عشتوا بواحد النموذج ولفوه لكم والديكم، ولفوكم دائما تتكونوا تحت الامراه ديال شي راجل. كتبقى البنت كتساين تباها امها يخرجوها نهار الجمعه ولا السبت والحد. وحنا في ثقافتنا مولفين للدري يخرج بوحدو، ومولفين البنت تخرج مع خوها ولا مع باها ولا مع امها، بحكم واحد العقليه وواحد الثقافه. ولكن حنا في واحد المجتمع الحمد لله فيه الامن، حنا في واحد المجتمع فيه الخير، حنا في واحد المجتمع فيه الذكاء، فيه العرف. علاش ما تاخديهاش اختي ناديه؟ ماشي انني تنعفي راجلك من الاجتهاد، ما تنعفيهش هو، غير اللي يقدر يطلع ماشي بحال اللي ما قدرش يطلع. عندك راجل غليظ وثقيل وما قدرش يطلع في واحد الشجره، وانت رقيقه وخفيفه، غتقول له هزني تتشد في العرش وغتطلع هي، ملي غتطلع غتجني ليها الفاكهه ليها وليه هو. هو لا طلع راه يقدر يحصل ما يهبطش، ولا طلع وطاح وتهرس غتحصل فيه. شتي خصنا نكونوا في واحد الذكاء ديال نسلكوا الوضعيه بلا ما نتحاسبوا بلا ما نلوموا. ها انت تعبتي حتى مشيتوا لدويرتكم، لقيتي اكراهات، هما الاكراهات اللي حنا داوين عليهم، وصلك المركوب حتى لواحد الموضع وكاينه واحد المسافه، ما كاينش سوق قريب، ما كاينش مدرسه قريبه، هادو اكراهات. دابا هاد الاكراهات سواء ضحكنا ولا غوبشنا راهم باقي، ما غايحيدوش الاكراهات. خصنا هاد الاكراهات هادو ها هما راه فينا. ودابا كيفاش نسلكوا السعاده ديالنا قدام الاكراهات؟ اول حاجه خاص الانسان ما يغضبش على الوضعيه، لان انت راك فيها، الا غضبتي غتولي كاره. خاص هاد الوضعيه هادي نعتنقها، نشدها بذراعي ونعنقها. هاد الوضعيه هادي باش هي غتحب هاد الوضعيه؟ اول حاجه تشوف هذيك البنت صاحبتها اللي ما مزوجهاش، وتتمنى يجي يدوي فيها شي راجل وتزوج، وتسقسي هذيك صحاباتها اللي ما مزوجاتش وتيمشيو مساكن بوحدهم يخدموا، ويجيو ويجيبوا فلوس ديال الخدمه وتشري حوايجها بوحدها، وما عندها لمن تقولها يا زوينه ولا خايبه، ما عندها راجل ما عندها والو، عندها امها وصاحبتها وخوتها هما اللي كيشوفوا فيها هكاك. وغتقول صاحبتها شنو تعطي تزوجي، وتقول لهذيك صاحبتها الله يا ودي ها هي سول البنات تسول. ثم بعد ما تشوف هذيك اللي تزوجات تشوف اللي ما والداش، اللي كتلقى واحد راجل ومراه تيمشيو بجوج ويخدموا ويشري ويتقداو، ودائما تينتظروا وما كاينش وليدات. ها هي تشوف شحال من زوج وزوجه في المغرب ما والدينش، وشنو امنيتهم، وشحال يقدوا يضحيوا، وشحال يقدوا يعطيوا، لا ولدوا واحد ولا ولدوا جوج، باش كتعود تشري لك انت ولمرتك وتشري ولدك، ماشي بحال اللي كتشري غير لك انت ولمرتك ولا كتشري راسك. اذا دابا هاد الاشياء اللي دابا هي عندها ها هي ما عارفاش بقيمتهم الحقيقيه، ما عارفاش بقيمتهم. ثم كي غنفسروا هاد الراجل هذا اللي غيدخل مع جوج الليل، وبلا ما نقولوا ملي تتعبس هو تيتخلع. العدد الرجال ولو انه شجاع يطحن جبل ما تيقدرش على مرته معبسه، يحترمها ما يبغيش يسبها، ما يبغيش يدخل فيها، ما يبغي يدير والو، تيتزير كيدخل تلقاها مزيره تيبنيك تيقول لك انا ما داخلش لها. اذا هنا لاحظتوا حسن الظن فين هو؟ لاحظتوا الذكاء ديال الظرفيه فين خصو يخدم؟ خصها تقدر شنو عندها. البس دير واحد الصاك فيه سبرديله، دير الصنداله ديال الخدمه ولا دير هذيك المسائل، توصل لهذيك البلاصه ديال اللي فيها ترونسبور، حبس نحيد صندالتي العاديه ولبس سبرديل عاد لامار،
ودير كاسكيت على راسها، هي والدراري دايره نزهه، دايره هذيك المسافه دايرها بحال وقت كتعيش مع وليداتها. هاد الاشياء اللي ما غتلقاش حاجه ما كاينه، مثلا بغات هي حانوت حدا الباب ولا بغات، اولا بعد الوقت كتبدل فين دابا تروج ديك البلاصه، بلاتي واحد شويه تروج ويبان لك العجب حداها. ايوا كي غيديروا هذوك الناس اللي في العروبيه اللي عندهم مع سوق في الاسبوع؟ ما ناس احبابنا في البير الجديده، ما احبابنا احد الضروين، سير هذا واحد بير جديد، هذا واحد سيدي رحال راه عنده مع السوق، مازال اللي في سيدي رحال المدينه ولا اللي في السونتر فيل ديال البير الجديد راه عنده المحلات، واخر شويه الفلاح عليه، زيد شويه لعند ازمور، زيد شويه لعند جديد، راه ما كاين والو، راه عنده مع السوق. شحال هادي راه كانوا ناس في ضرب عزه حتى كيعمر سوق نهار الاربعاء، دابا ولا عندهم في ضرب عزه كل شيء، ولكن هادي 15 عام ما كان والو، عنده مع السوق. دابا ولا كل شيء كاين ضرب عزه، راه محسوبه بحال السونتر ديال الضرب حتى هي تبارك الله. سير شوف هادي 15 عام كي كان سيدي معروف، كنتي تلقى حتى حاجه 15 عام سيدي معروف، وسير شوف دابا سيدي معروف محتاجين ينزلوا يعني لينا ولا يعني. دابا هذا هو اللي قلت لكم، خصنا هذيك الذات اللي هي العلاقه اشنو نديروا معاها. وهذه العقليه ديال حتى هي كتوجد غضب، هي كتوجد تولي مشكل ازمه ما بينها وبين الراجل، ما قادرش ما حضرش بالليل، ما نقولهاش له بوجهها مزير الله يحسن العوان، دابا راه نفسيتها راه نفسيه. الفرق ما بين الصبي والصبية والبالغ العاقل هو كيفاش كيأخر لك المشكل حتى يعطيك، ما يوريكش البالغ انه مأزم، تقشعوه في نفسيته ورا الله جعل به، ولكن في معاملته وفي كلامه وفي سلوكه وفي تصرفه تتبان لك النقعة حتى تتمادى، انت ما كتفهمش ديك الساعه تنقول واحد الدرجه كيوقف لك البيضه في الطاس كيقول لك واجي يا فلان، انا جار معاك جار معاك جار معاك باش تفهم باش تفهم باش تفهم، وانا ماشي نفهمك، ولكن هذه تيديرها الانسان على مده، على شهر على شهرين على ثلاث شهور على اربع شهور. اذا دابا شنو هو الحل عندهم؟ هما يحافظوا على ديك النواره ديال 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 البشره ديال وجههم، نواره نواره انه عوض ما تقولها لراجلها في اللوم والحزن في الصوت والملامح، عاد فزعوا، لان هو عاوتاني الله اللي عالم به شنو طاري له في خاطره حتى هو. يلا سير شوف تلقى دابا هو مع هاد الظرفيه ومع هاد الاكراهات، هو في نفسه راه مكروز راه مدقدق، وتلقاه تراوغ، هي مكروزه تتبين، كتبين لواحد اللي هو اصلا تا هو مكروز، اذا غتشرقوا العلاقه. هنا ماشي قضية تصبر، لأن ما عندهاش مشكلة، علاش غتصبر؟ ما عندها علاش تصبر، كلشي الحمد لله بخير، كاين صعوبات. صعوبات خصنا ذكاء كيفاش نسيروها. هاد الصعوبات خصنا نسيروهم. إذا كيفاش غنسيروهم من المنظور الأفريقي؟ من المنظور المغربي البسيط. أفارقة راكبين في الطوبيس كل زحام تيغنيو. الهنود تران ديالهم ما عندوش الباب، ما كيتسدش الباب، لان عباد الله راكبين في الباب. تيغنيو. ركب معاهم الهنود تشوف. عامر لهنا. الزحام كلشي كيغني. لان ما غناوش يطردقوا. تران عندهم ما كاينش الباب، عباد الله راكبين في الباب بالباب. ملي كيوصل واحد المحطه ما تيوقفش، كينقص غا السرعه. الهند. وتينزلوا هو غادي وتيركبوا هو غادي، وزيد يلاه. إذا دابا هاد الناس هادو هما سلكوا بالإكراهات ديالهم، هما سلكوا. كتلقى ناس في الصين كيفلحوا الراس ديال الجبل، عندو بقعة في راس الجبل، يعني ما بين القرية فين ساكن هو والبقعة اللي كيخدم فيها عندو واحد طلعة ديال الموت، تيغنيو تيطلعوا كيغنيو تيهبطوا تيغنيو. واش هما حماق؟ لا ما حماقش، حيت لما غناش غيموتوا الفقصة. عندو البقعة تما، مالو غادي يمشي دابا يدير طوبيس يطلعو البقعة ديالو في الجبل؟ غيدير طوبيس؟ غيدير تيليفيريك بحال داك اللي كيركبو التوريست وكيطلعهم باش يديرو السكي؟ كيطلع على رجلو عكاز وكيطلع،
تطلع لمرها وراجلها وولادهم طالعين يغنيوا. اذا دابا هاد الواقع اختي ناديه دابا كتوصفي لنا الاكراه هاد الواقع. توحد ما لقاها كيف بغاها. كل واحد عنده شي حاجه ناقصه. هذيك اللي ناقصه عندك وعندي وعند الاخر وعند الاخر وعند الاخر هذوك هما الاكراهات. هذوك الاكراهات وتخيلي معايا دابا ولد الجاموسه ولدات امه في الغابه افريقيا. يلا تزيد عنده ساعه صدع له الضبع بغى يفرسو هرب. لقاتو لابو امل اللي بغى تفرسو هرب جاي يقطع الماء خرج له تيمسح بغى يفرسو. عمركم شفتو شي ولد الجاموسه انتحر؟ مشى دار اكتئاب، مشى لواحد الشجره وبركتو تشو قال لامو فوتيني عليك اش هاد المعيشه؟ واش ولدتيني في هاد الغابه كلشي باغي يفرسني؟ يبان لك سلك من تيمسح تيفركل وتياكل الربيع وكيهرب، سلك من الضبع تياكل الربيع وتيهرب، وهو عارف هذاك هو الواقع ديالو. اذا علاش هما تيسلكوا بالواقع؟ لان حبهم للحياه كينسيهم في الاكراهات. وعطيهم ربي الامكانيات، راه فراقشهم كيطيروا، راه السرعه اللي عطاهم سيدي ربي راه كيجريو، راه تياكلوا غير شويه الربيع وتيشبعوا، عايش غير مد الماء وكيحيدوا العطش. عندهم سوتهم تتحميهم من الحراره ومن البرد. ايوا مالو راه مبرع. اذا شتي عاف اختي نادي خص تشوف في حياتك الاشياء الغاليه اللي عندك. شحال من وحده من صحاباتك راه مزوجه انت راه مزوجه، شحال وحده من صحاباتك راه ما ولدتش انت والده، شحال من الناس راهم ساكنين غير مع عائلتهم ومع نسابهم وانت ساكن. ودابا شدي هادشي كله هو فضل 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 فضل، والاكراهات اللي قدامك هو تتمشي مسافه على رجلك كل يوم، المرافق اللي انت بغيتي تكون حداك ما لقيتيهاش بعيده. ويلي ودابا لا، اذا لا، والا كان عليك قبل ما تزوجي ديري حسابك انك تشرطي وتقولي لا سيدي انا خاصني الدار اللي غنسكن فيها تكون حداها المدرسه وكون حداها كذا وما خصنيش نتعب ما قادرش. اذا انت يسرتي تزوجتي ولدتي جاو الاكراهات حصلتي. لا اول حاجه ما تبقاش بداك السخط والتذمر باش تولي حابه داك الواقع وتعرف كيفاش خصنا نعرفوا بعضياتنا. حنا المغاربه الراجل المغربي ما تيقدرش على الضغط النفسي مع مرته. ودابا واش بغيت تعرفوا الحقيقه؟ المراه عندها ديك القدره ولكن وما يقدرش الراجل مع ذلك لكن مقلوب بالحشيش ولا مقلوب بالشراب غيصبر. ما راجل ما تيتحشش ما كيسكر ومستعق ما كيزني وتيخدم تماره وكيجي لدارو راه ما يصبرش على واحد المراه باركه في واحد القنت وكتمضغ في الهضره ومقرزه ومزيره ما يقدرش. راه ما يقدرش. خصكم تعرفوا الواقع ديال الناس اللي انتم معاشرينهم. الراجل المغربي راه ما يصبرش. علاش يا اختي تغوشي لي في وجهي؟ اش داير لك؟ يالله شنو بغيتي ندير؟ نولي لك الله هاش غيخسر عليك وغيصعد معاها وغادي يسبها ولا غيدخل فيها؟ غادي يوليو دايرين العنف، غيوليو غاديين عند القاضي، غيطلقوا، غيمشي في حالو، ما غيحملش العيالات، هي ما تحملش الرجال، وفسدتوا المجتمع. خصنا نعرفوا الاخر الطاقه ديالو حتى ني كتحد. حتى ني كتحد. طاقته صافي، واش موفر مسكين شويه الفلوس، خدام، معاون، جاي، شوفي كتبيع على وجهك هذا المكياج. ها المكياج، ها انت دخلوا على اليوتيوب وراه غيوريوك ها الموقع ديال لمولاتي وتيوريوك المكياج كيبدل الوجه. انتما تعلموا ديروا الحمار تحب راسها ويجي تكون مرتاحه مع وليدها. ما تنافقوش الواحد وما تحرقوش الاجواء بيناتكم. هنا شنو ذنبه هو؟ الله اش ذنبه هو؟ الله يجي لك مزيره ما يقدرش يتعشى، جاي خارج من الخدمه مخلوع يقول ناري عاوتاني غندخل غنلقاه مغوبش ناري. الله زيد هو ولا ما حاملش يشوف مرته. تخيل يقولها ليها مشكله تلومه، ما قالهاش ليها كيهرب. الله دابا قالها مشكل ما قالهاش هارب، وماشي هارب حيت خواف ولا حيت جابان، راه ما باغيش صداع. شتي دابا ها المشكل اللي كيوقع ما بين الناس. اذا خاصنا هاد الاكراهات هزوا الثقل ولا حطوا الثقل. هذا واش كنقول لكم؟ ما كانش عليكم تيسر الزوج في الاول، حيت ملي تيسر الاخر راه تيقفك تيقول هادي راه غادي شاده معايا الطريق. واش دابا اللي ما لقاتش المركوب راه عند ما وباه
ايوا الراجل كان خدام مشات له الخدمه نقص الميزانيه تمشي عند مو باه، وهاد مو باه غيدير مولا ديما. وعلاش مو باه داروا الحل وانت ما ديريش الحل؟ الواقع كيتغير وحنا كنتغيرو. دوزي البيرمي سوق موطور سوق بيكالا كاين حلول ديال العجب، علاش بقينا ديما لا خاصك تعطيني يا ودي نجيبو يعطيني. انت بغيتي وقت مع راجلك يتفقد فيك ويبارك معاك نجيبو، علاش غتجيبو؟ ندير له الشهيوات اللي تيبغي، نقادلو هذيك الحطه اللي تيبغي، نصيفط له ميساج نهيجو توحشتك حبيبه ودخل دغيا راني بغيت نبارك معاك راني عزت الدراري وراه درت واحد الفيلم كيعجبك، راني مشيت تيليشارجيت واحد الفيلم ديال كذا هندي وفيه الرقص وغنشطحو. الراجل جاي غيطلق مرتو هندية غتشطح له، تخيل انا بعد عز عليك الفيلم الهندي كحمقون كلشي كيشطح عندهم كلشي كلشي كيدردك كلشي كراهات هادشي. وشوف حنايا الله يدخلي لنا تقدا ملي غناو الشتا في حياتف ما انا شتا في حياتف يعني عفط عليا نعفط عليك، ما تراعي فيا ما نراعي فيك، غندخل فيك دخل فيا. شوف شتا في حياتف كلشي تيشتا في حياتف باش ترى راه تقدا راه كاين ملي شدوا هاد اللقطه الاجتماعيه راه صوروا لنا هنا واحد النوع من العنف تقع فيه شتا في حياتف يعني عفط فيا نعفط فيك، عفط فيا نعفط فيك، عيان نعفط فيك، مريض نعفط فيك، مخنوق نعفط فيك، ما داير والو نعفط فيك. اذا ما نطالبوش الناس بشي حاجه ما قاديش عليها. الزواج ما عمر راجل ما مطالب باش يحدث السعاده في قلب المراه. ايوا شو هاد النضج؟ الراجل كيرافق المراه. راكم كتعرفوا احبابي كيفاش كنشحط في الرجال. ولكن ماشي على حساب طاقتهم فوق القدرات ديالهم. تلقى واحد السيد مزوج خدام مستعقم ما تيغلطش ولكن ماشي سوبرمان ما تيطيرش، يحضر له خاطر مره في السيمانه والله يجعل البركه. راه عندهم جولاد 5 سنين وثلاث سنين، نحبوا الوليدات لباهم نحبوا الاب الوليدات يجي يلقى وليداته لابسين ناعسين، ماشي بالضروره خصو يجي بكري يلقاهم فايقين. ودي يلقاهم ناعسين هاي ناسهم يلقاهم هو واكلين في كرشهم شبعانين وما موسخينش، واخا ما يشوفوش باهم راه ما يضروش لان هي شافتو عوضهم. يفيقوا الصبح بكري يسلموا على باهم يفطروا معاه واحد 5 دقائق ماشي عيب، وهذاك الويكاند نوجدوا له بالفرحه ديالو، وملي توجدوا الفرحه ديالو ما تحرقوش له هذاك الخرجه تحرقوها ايوا ماشي بحال فلانه وتلوح شي كلمه السم ما تشكي ما تلومي راجلك صافي جا حداك شدي له في يده ضحكي معاه عاودي نكته. نعم داكشي اللي قول له سيدي انت شوف وصحتي صحت النكته قتلاتني بالضحك نعاودها لك، تبادلوا بعضياتكم صور ديري سيلفي ديالك مع وليداتك جايين في المركوب صيفتهم لراجلك، شوف وليداته جاي مع امهم هازين شويه كي شي فروج ولا هازين شي وراجل يفرح راه بلاد راه خير. هذا جعلوا من كل لحظه كل لقطه، حنا كنضلوا نستعملوا هذوك الواتساب وهادشي ونستعملوهم في الخير، استعملوه في الخير. قول البنيه انت يا بنيتي حفظتي شي حاجه في القران وقول لباك وتسجل له، تخيل يجيه واحد الفيديو فيه بنته كتقرا له بسم الله راح، تخيل يدوب الراجل يدوب. يجي في العشيه عند بنيته هاز عقبة النعناع وعمرها بلدة تيجي حبيبتي حدايا الله يجازك بخير قولي شوف شويه بسم الله الرحمن، يعني صافي خرجوا من الثقافه ديال الشكوى دلهم هادو اكراهات غنهزو اكراهاتنا بالفرح. كل واحد عنده اكراهات ديالو في تعيش معاه. واخا معنا نعمه من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. لالا لي الشرف نهضر معكم. الله يكبر بيك. اول مره في التاريخ كنهضر معكم. مرحبا نعمه. مرحبا اختي نعمه. وليلى 5 سنين هادي وانا كان عندي شي مشاكل وكنت بغيت نترحم على الدكتور وما مرحبا يعني ما ساعدنيش حد. مرحبا. المهم مشاكل الحمد لله مشات وبغيت يعني نهضر معك. مرحبا بك اختي نعمه. مرحبا بك. شحال في عمرك يا اختي؟ 50 عام. تبارك الله ما بيناش صوتك ما بيناش تبارك الله. عندي 50 تيقول لي لا ما عندي. سبحان الله يحفظ لك هاد الاشعاع
لا اله الا الله، هذا علاش ماشي هذه ساقط؟ في راسي واخا هكاك ما كنشدش في راسي بزاف، بارك انا الله عليك، كتير واسع بزاف، بارك الله عليك، كنتحمل كنسامح مش غنشكر راسي، وانما الله 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 الله، يعني دايره طيبه مع الناس كاملين. مرحبا، واخا تيجرحوني يعني، واخا تيجرحوني تنعاملهم مزيان الحمد لله. مرحبا اختي، مرحبا لاله نعمه. انا مزوجه عندي بنيه وليد، تبارك الله، البنية عندها 26 والوليد عنده 21. تبارك الله. كان عندي مشكل مع البنت وقاسيت معاها بزاف، و يعني داس عليا ما نعرفش لك ذاك الشيء، زعما اللي داز عليا زعما الحمد لله ما اثرش فيا، ولكن ما بغيتهاش يتعاود. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تبقى هكا البنية، يعني زعما ما دارت عقلها وجات دارت دارها، يعني الله يعاونها، يعني ما بغيتش زعما تبقى طايشه، حيت كانت طايشه واحد الوقت وكانت مريضه وكانت كطيح وكتهضر وكانت مهم بزاف. الوليد عنده 21 عام، عندي معصب شويه دابا لدرجه ان تنقول ليه بحال مثلا كنكونوا جالسين بينا ما علينا، وهو غيكون دا غيدير شي حاجه، يعني زعما غيمشي مثلا يتسخر مثلا، عرفت كمثال يتسخر، قلت لي ونوضه فلان تسخر، يقول لك صافي انا عارف راسي غنتسخر، علاش كتقولي عليا؟ كيبقى يغوت بعد ما طرا شي مشكل ولا هذا، ونبقى يضرب في البيبان، يضرب في الحيط، ويضرب راسو، ويغوت ما عرفتش. واحد النهار وانا نتناقش معاه قلت لي انت خاصني نعرفك على الدكتور الدريبي، واش المشكل مني انا ولا منك انت؟ قال لي راه غيقول لك منك انت، صافي اش هضر معايا، كتبغي خاصك تقولي لي داكشي اللي كنبغي انا. النهار وشديت الخط هو معايا، قلت لي غنهضروا انا وياك معاه، فما ما خسرش لينا. اختي اختي نعمه، في اخبارك بان بعض المشاكل نعم سببها الخير. اه بصح والله ما كذبتي، في بنتي ترى لي عرفتي، في بنتي 4 سنين وانا كنعاني معاها، اقسم لك يمينا اذا ربي شاهد عليا، اذا كنقوم الليل وكنصلي وكندعي وما بين الصلاه والاذان كندعي، كنقول يا ربي انت راك حاس بيا وعالم على قلبي اشنو فيه، وكندعي والحمد لله استجاب ربي الدعاء، اني ما كنتش منتظرها كتولي بحال هكا نهائيا. الحمد لله الحمد لله، مشات حتى جلسه في مشات من يدي، هذا ما بقاتش، ما عمرني بقيت نلقاها ولا نحصل عليها ولا، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي كبير. انا الوليد دابا انا وياه في الدار وباه، هو واخا الا سمحتي استاذ باش نجاوبوا نعمات من بعد الفاصل هكذا باش ناخذوا وقتنا. واخا مستمعينا نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا نوصلوا بكل وضوح، نوصلوا دائما بكل وضوح. تفضل استاذ نكملوا نصيحتك النعمات. هو كيف قلت ليها الخير بالنوبات يكون هو مسبب في هذه المشاكل، كيفاش؟ الى قريتي مؤلفات ديال فرانسواز دولتو، هاد السيده واحد العبقريه عندها، انها كتجعل الام تحش بالذنب في حالة إلا قامت بالواجب تجاه ولدها وولدها ما فرحانش، كانت كتحرر الأم من هذا الإحساس بالذنب. جميع المؤلفات ديالها في محاضراتها في برامجها الإذاعية كانت دائما تتجعل الوالدين وبالخصوص الأم أنها ما تحش بالذنب ملي ولدها قامت بالواجب ديالها تجاهه وما هوش فرحان، تقول لها ما خصك تحسي بالذنب، وكتحررها من الاحساس بالذنب، وكتجعل فرانسواز دولتو في عملها مع الـ مع سورتو ملي دارت البروجي ديال لا ميزون فيرت، دارت واحد المؤسسه كتستقبل فيها الوالدين والوليدات، وكانت كونات واحد الفريق ديال المحللين اللي كيدخلوا هذا النوع من الفكر، غلقوها عند البروفيسور برازولتون، هذا واحد البيدياتر امريكا اللي عنده مؤلفات هائله في واحد النظريه يقول فيها الى العلاقه مضطربه ما بين الرضيع ومورته هو مسؤول، تيحمل واحد الطرف من المسؤوليه للرضيع، لا يعقل، لان ما
ماشي من هذا الوعي ديال انه كي يفسد العلاقه، ولكن الا تحررتي انت الوالد والوالده من الاحساس بالذنب بان ما يمكنش تدخل في صدره لداخل وتجعله يكون فرحان. قم بالواجب، ما تظلموش، غير ما تظلموش، قم بالواجب وما تظلموش. والا ما فرحانش شغلو هذاك، داخله في تاسيس جهاز المناعه النفسي انك تكون ما فرحانش كليا، والا ما غتنطلقش الحياه. حيت شكون اللي كينطلق الحياه؟ راه المحروم، راه محروم من النساء اللي كيمشي يتزوج، راه محروم من الاشياء اللي كيمشي يخدم ويشريهم، راه محروم من العلاقات اللي كيمشي يتلاقى بالناس ويتعرف عليهم. ما الانسان اللي عنده اكتفاء ذاتي مكتفي بنفسه راه ما غيقلب يتزوج ولا يقلب يولد ولا يقلب يشري ولا يقلب يخدم ولا يقلب يدير علاقات، عنده اكتفاء ذاتي في نفسه عامر هو. اذا خاص الوالدين شويه نعملوا انهم يتحروا من الاحساس بالذنب، نديروا الواجب وما نظلموش. ولا ولدنا كي ثم كاين بعض الوالدين ما تيخليش الحمل يتحط على ظهر ولده من الصغر. ما خصناش نعدو ولادنا، ولكن ما خصناش نفشوهم عاوتاني. كتلقى الراجل جاي من الخدمه عيان، كتقول له بنته ولا ولده الصغير بابا بغيت البسكوي الفلان الفلاني، والبلاكار عامر بسكوي، الثلاجه عامره باليورت. ويهبط الراجل يمشي يشري الحانوت هذاك البسكوي، ومال هذاك البسكوي وليدي ما تشهاه، وما كانش دار فيها شي حاجه، نقولوا مسكين جيعان نهبط نجيب لولدي ما ياكل، والدار عامره. شوف الثقافه الفرنسيه، انت لاله مولاتي راك تعرف هذا الامر هذا ديال لا ريكوبيراسيون، ما كيشيط لهمش حاجه في الغداء، ما كيرميوهاش، كيعاودوا يوضبوها ياك؟ شي شويه ديال الكريم فعلا، وتيديروا طورطه غراتان ولا شي حاجه غراتان. علاش؟ لانه تيعودوا تيولفوا ولادهم على الابداع. دابا حنا المراه ولادها بغاو البسكوي ماشي تنوض تشد هذاك الخبز الكارم ديال البارح اللي شراوه ويوضبوه بان بيردو ويديروا له شي حاجه ويقدوه، لا، حيت عندهم فلوس، حيت كاين شتي هنا عاوتاني تعديتي عليه. قول له عندي الامكانيه نشري لك وغنشري لك يا ولدي، اجي نتعلموا نوضبوا، خير واحد الكاطو صيبتي واحد الكيك. واحد البرنامج كيديروه في الطيفة عنده تقريبا واحد جوج دقائق نهايه الاخبار، كيجي واحد الشاف دو كويزين يدير واحد الوصفه جوج دقائق. البارح الوصفه ديال البارح كاطو بيردو، كيقول لك صيبتي في دارك واحد الكيك عنده نهار ولا عنده يومين بارد، مقلها شويه الزبده حمرو من هنا، شد شويه الفريز مع شويه السكر، دارو صوتي قدو مع داك الكاطو بيردو، الحلوين بولنا بلاص. قال لك ان ديسير هاو ريكوبيرا حلوه، حنا بارده فيها ريحه الغموله. ولا واش دابا هما في فرنسا ولا في اوروبا السوبر مارشي اللي عندهم والحلويات اللي عندهم راه الغرق؟ علاش مشاو داروا برنامج دو ريكوبيراسيون ومدوزينو بعد الاخبار؟ شنا داك راه لو طو دي كوت البلوز الفي، راه تما بعد الاخبار راه كلشي كيستمع عندهم هما فرنسا. وعلاش؟ باش يحافظوا على هذاك الديباناج، انك تخدم بدراعك، ما تبقاش معود دائما على الفلوس والبسطام، طير شويه مخك، شويه الذكاء، شويه الاكراهات. كتلقاهم مع ولادهم في الصغر تيدخل ولدو يدير الجردة، جا من المدرسة ايه بغيتي لاجون دو بوش الويكاند سير صايب جردة، راه ماشي كيستعبد ولادو هذا، راه تيعلمو يتعب، كيعلمو يدير تمارة باش غدا بعد غدا ملي تيلقى ولدو الإكراهات ما تيسخطش، ما كيحش براسو مظلوم. حنا وبلاتي يا بنيتي وما تعذبيش ليا وبلاتي، إذا باغي أنت لولدك الخير كله، ولدك تيتخيل بانك قادر تحدد له السعاده في قلبه، يتخيل بانك تقدر. اذا ملي كيدير 14 عام و 15 عام و تيلقى الاكراهات كيدخل ساخط، مالك عاوتاني تعطل هذاك الترونسبور عاوتاني، يتسنى منه غتخيل. ومالك ولدي كتقولها طالع لك الدم عطل الترونسبور، ومالك لا طاح عليك الجمر، غتبرك في واحد المايضع وغتشري واحد درهم الزريعه وغتسين ترونسبور، مالها
مالك وليدي اش كاين؟ راك داخل معبس. شتي تخيل كل نهار لقيناهم بهكا، تخيل الدري ما فهمش واحد الدرس، صبح يفيق شاعل، ما يدوي مع حد، ما يصبح على مولا بط، علاش ما فهمش؟ يا ولدي ما فهمتيش هذيك حاجه، وما نحن تعذبنا في الدار اش كاين؟ لا كتلقى موت تستحملو، اذا اذنتي له. ما خصكش تدخلي فاس تصارعيه، انا ما كنقولش لكم انك خصك تصارعيه تضاربي معاه، خصك تحملو في هذيك اللحظه وتقول له ولدي ما تقبلاش مني. لا ولدي لا، لا ولدي ما فهمتيش درس، ثلاث ايام انت معيشنا في جهنم، غوش ولك الدم. لا ولدي لا، ماشي معقول. لا شتي جهاز المناعه هو كان جاي نوقف لك في وجهك ولو انت ما دايرش معايا مشكل، راه ماشي خصنا نوقفوا وجه بعضنا البعض حتى يكون خصومه واصطدام. لا كتقومه، كتقوم هذاك الحال ديالو، ما تكونش ساخط، ما تكونش منفر، ما تكونش هادشي. ملي كنبداو كنبداو من 4 سنين، انا في عملي في المكتب ملي كنكون نقري وليدات كنشتغل ليهم على اللحن ديال الجمله. تخيل الطفل دابا خدم مع واحد المعلمه واحد الامر وما فهموش، كيجي عندي تلقاني انفك امي انا ما فهمتش. لا 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 بابا حبس حبس، عاود الجمله، عاود الجمله، حيد عليا ولدي هذا الصوت، اعطيني صوت ما فيهش الدموع، اعطيني صوت. لا 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 ولدي عاود الجمله، عاود الجمله. الاقتماع كبير اللي هي الدري الصغار، انا كنعيش معاهم من 4 سنين، كيدير بحال هكا كيشد كتافو كيحركهم كيشوف فيا، يقول لي درت معاها التمرين عمو وما فهمتش مزيان وقالت لي ترى غدا وما عجبنيش الحال. حتى قبل ما ندوي معاه في المحتوى دويت معاه في الشكل ديال الصوت، في اللحن ديال الصوت، بدل الجمله. تخيل كون استقبل اللحن الصوت ونشيل المحتوى، عيطوا لي الاستاذه الله يخليك على العجي مالك ما شرحتيش ليه والبارح كنتي مزروبه كذا وكذا، جعلت هذاك اللحن الصوت مقبول عندي اذا مأذون. كيف ما استقبلوها والديه اذنت له فيه. لا ما اذنش له فيه. المحتوى ولدي من حقك، الشكل تعطيش لي وقت. وتخيل دابا كنبداو معاهم حنا من 4 سنين هكا، من 5 سنين، من 6، من 7، من 8، كنجعلوهم ما يفاقموش من الاشياء. ناري مالك ناري؟ طاح لي الكناش في الارض. هو طاح لك الكناش في الارض، هاد الناري كلها طلقتيها في فمك ولدي. ملي قلتي ناري حنا صحافنا شي كارثه وقعت. وعفوا ولدي ما بقاش تفاقم الاشياء، هو ما كانش عارف هذاك التفخيم. احنا علمناه ما يديرش التفخيم، ما يخلعش. وتخيل كودا يتعيط لامه في ديك اللحظه تسمع ناري، وراه عاد فطرطح تشرق له هذاك الغلاف ديال البلاستيك كيس هو درهم. واحد جر لصاحبه دفتر شرق له الكوفرتور ناري، يا ودي راه كادير صوت كيجرو، وعلاش داروا سكوتش وداروا هذاك الشيء باش يتلصق؟ راه ماشي بحال دار له ستيلو عور عينه، ما ناري رقص له عينه بستيلو، وراه جر له الدفتر الاخر جر الكوفرتور تشرقات سكوتش وكنغلفوه ونسكوتشي ونقول الاخر لا ولدي ما نجروش الكتاب ديالو وانت مت. شتي كنعطيو لا بروبورسيون لا جوست دوزاج، بحال كتعبر كيلو ماشي واج كيلو ونص، رابعة ماشي نص كيلو، غرام ماشي هو 10 كيلو. وتخيل حنا حاجة غرام وكاين بعضنا واحد حاجة كبيرة ما قدرش تقدرها. إذا دابا هنا شتي لالا نعمة راه إلا مشينا قلبنا في علاقتها مع وليدتها من الصغر غتلقاها حنات عليهم، رعاتهم، قابلات البرد، سد الشرجم، عندك طيب قال ايوا، وما حطيناش عليهم شويه الاكراهات. الا ما حطيناش عليهم شويه الاكراهات ما غيتقواوش على الاكراهات، ما غتوليش عندهم قابليه للاكراهات، والنهار اللي غيعيشوا الاكراهات غيمرضوك انت، لان غيسحبوا بانهم مظلومين حيت كاين الاكراهات في حياتهم. مرحبا. واخا غادي ناخذوا مكالمه اخرى معنا. ناديه. الو ناديه من اكادير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اش اخبارك؟ لاباس اختي ناديه، لاباس عليك. لله الحمد. مرحبا. ديالك لا لا يلا، شحال في عمرك اختي ناديه؟ 49. مزوجه مازال؟ هضر معك استاذ شحال من مره، انا اللي كنت دايره محاولات انتحار شحال. لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله والشكر لله. استاذ عيطت لك باش نهضر معك لواحد المساله وقعت مؤخرا.
وما استوعبتهاش وما عرفتش نستوعبها. مات واحد الاخ ديالي كان مربيني وكان عزيز عليا بزاف، ولكن رغم هكا الموت ديالو جاتني انا ما فهمتهاش هذيك الموت وهذيك الجنازه كي دايره. فاش دخلت لقيت الصومات وكاين الوالده وكاين خوتي وكاين كلشي، ومرته هو مات عند بنته ومرته وولادو كاينين. ما كاين لا قران، ما كاين لا ما محطوط، الناس كاينة والجنازه ما فيها. المهم دخلت الشتوت ودات معاه هي هذيك فاش مخرجينو، بغينا نقولوا لا اله الا الله وانا لله وانا اليه راجعون. نقزت مرته قالت لي حتى حد ما عارف، قالت ما عارفينش ما فهمتش اشنو داير داك الشيء تيمشي هكا علاش؟ باش هكا ما تفهم ما فهمتش، ولكن ما تفهمش مخافي اطلب الارض. ورغم هكا كنت امي ساكته خوتي ساكتين كلشي ساكتين، فاش بغاو يهبطوا ما لقاوش الناس باش يتبعوهم، هبطوا من الكراج ماشي من الدروج ديال العماره. واحد الجنازه وفاش داو المقبره ما كانوش بغاو يتسناو تيصلوا عليه، كانوا بغاو يدفنوه ديريكت. ورنا بواحد خوتي اخرين من با عاد قالوا لي ملي كنتو زربانين نخليوه حنا نصليو عليه، نديو الجامع ونصليو عليه عاد ندفنوه. ما عرفتش استاذ ما فهمتش. شتي عارفه اختي ناديه، راك واحد الجمله استعملتيها قلتي ما استوعبتيهاش، شكون هو اللي تيعطي قيمه للسبوع اللي كيتزاد الوليد ويسعي الانسان تدير تكمل سبع ايام ويحسن له الشعر ديالو وتينعبروا له هذاك الشعر عند ما نذهب ونشوفوا شحال جابت من قيمه باش نخرجوا له واحد الصدقه في هذيك القيمه اللي حددها الشعر ديالو، نديروا له نذبحوا على قدر المستطاع. ما غايدونش انسان يكلف راسه ولكن كيذبح على قدر المستطاع وتيكرم الناس كيفرح بهذيك الهيبه ديال المولود. شكون هو اللي كيدير العقيقه وتيدير عاوتاني الختانه وتيدير هادو واحد اللحظات؟ هذاك الوليد ضعيف الحال باقي متغور محتاج ناسسوا له المعنى، وملي تيكبر تنوريو له المعنى اللي اسسنا له، كنقولوا له انت من زاديتي هالحفله ديالك وتيفرح. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الانسان محتاج البرهان، تقول لواحد انا تنبغيك انا تنبغيك وضحي على اجله، تكون انت ميت بالناس وعيان ومحتاجك هو وتتفيق تشرب قهوه كحله وتتنقد راسك راك تاثر في الاخر. تيقول لك مشيت لعنده لقيته عيان وشرب كاس القهوه بالليل باش ينقد راسه باش يعطيني وقت، هذاك راه برهان. واحد سافرتي باش تسلم عليه ماشي بحال عيطتي على التليفون لقيتي في الباب السلام عليكم جيت نسلم عليك. الله يا ودي هذا الصهد وهاد التماره وجيتي يا خويا ما ساعنيش انا نعيط لك في التليفون، بغيت نشوفك طبيعة الحال قدر المستطاع. كذلك الميت راه شي يدير قدام غساله كيف تيقولوا المغاربه، ميت محتاج واحد الناس اللي حيين محتاجين يحتضنوا هذاك الفراق. مات واحد في العائله واخا هكاك الظروف اللي كتجمع الانسان كيف ما كانت، ملي تيموت واحد من عائلتك راه طرف منك غيتدفن. هنا ماشي كلشي عنده القدره، حيت الاستيعاب راه قدره، الاستيعاب راه ماشي رغبه راه قدره. اول ما غادي تعرف الاشغال ديال فرويد بهذوك المصدومين في الحرب العالميه الاولى، ما كانش واحد الاعراض كيعرفوها انذاك حتى غادي تدخل الحرب العالميه الاولى، غيوليو واحد الناس ما بقوش كيعرفوا يمشيو، ما بقوش كيعرفوا يهضروا، كانوا كيمشيو ما بقاش كيمشيو، ولاو كيتلعتموا في المشيه كلهم بلوكي، تلعتم له فمو تبقى حال فمو باش يقولش كلمات، فمو مشى هكا ولسانه مشى هكا. تخيل الاطباء انذاك والمعالجين ما فهموا في هذا، هو اللي غيفسر ما في غادي في غير تعرف.
باغي يخدم بواحد لا ميثود سميتها الكاتارسيس، هو تيجعل هذيك الصدمه يعاود يجيبها قدام هذاك المصدوم باش يستوعبها معاه شي واحد باش يستوعبها له، ملي تيستوعبها الاخر مع هذاك المعالج كيتحرر كتسمى الكاتارسيس. اول ما غيظهر فرويد والفريق ديالو في هاد الاشياء هادي، اذا الصدمه واحد كان كيسحابو الحرب نوزها لبسوك سوا عطاهم كحلة صيفطوه ضربهم الاخر بمدفع شتت له صاحبه ظهر بحال هكا لقى صاحبه كاع مشتت، ما عمرو شاف شي واحد ميت وحده، ما عمرو شاف الدم، كان ربما تيقرا في شي جامعه ولا كان كيمارس الجولف ولا كان كيعيش في واحد العائله وشويه تدخل الحرب لفت بالو عصبات اللي بقى. اذا تخيل راسو هو غضربو هذيك القنبله وغيبقى عصباط وغيتفرتت ويفروح الاستيعاب قدره. ولكن الا مشيتي عند واحد في غابه الامازون من نهار اللي صغير هو كبر مع التماسيح ومع دوك النموره في الغابه ومع دوك البغو هذاك الحنش اللي فيه 4 متر و5 متر ديال الطول كبر معاهم، فملي كيخرج يصيد هو واحد الخنزير باش ياكلو رد البال هو تيصيد وخايف يتصيد، ملي كيقطع الماء تيقطع كيجري وشد عصا تيقلب الماء، ملي كيكون غادي في النباتات صحابه غاديين معاه وتيغوتو حادين اللي يخرج تينمر. هذاك اللي ديتيه الحرب ومات واحد ولد عمو قدامهم راه في الغابه كل سيمانه تيفرس فيهم، هما تيصيدوه وتيتصيدوا مولفين الموت مولفين. هذاك ملي غتدي الحرب وغادي يموت واحد عنده الموت عادي صافي غيهزوه كيدهنوه بواحد الزيت وكيديروا له واحد الطقوس صافي واحد اونتيغ لوانتين واحد البرنامج يكون في فرانس 2 مؤخرا مشى لواحد القبيله في افريقيا، هذيك القبيله كيفاش كتحتفل بالموت؟ ملي كيموت شي واحد هذيك الليله يخلوه في داره يخويو الدار، ومع الفجر يخرجوا كاع الرجال ديال القبيله وكيديروا واحد الماسك يديروا واحد الرقصه ممنوع عليهم يخرجوا يشوفوها، هذيك الرقصه مديوره باش تهز الروح ديالو فحتي قادم هما تهز الروح ديالو تطلعها للسما. اش قال لهم هذاك الصحفي الفرنسي اللي مشى كيسجل هذيك الحلقه في هذيك القريه؟ قال لهم شتي هذه الرقصه هذه في المدينه صبحات فولكلور كلشي كيتفرج فيها، حتى هي الوظيفة ديالها ماشي باش تشاف هي ما تتشاف، ولكن ملي لقاو هذوك الدولة اللي تما بأن السياح خصهم يشوفوا شي حاجة خارج العادة جابوا لهم. بالنسبة لهذوك الناس هذيك القرية ما تخرجش تشوفها لأن إلا خرجتي شتي هذاك الروح تاع هذاك الميت لسقفك. حتي كيفاش كي لا احنا في ثقافتنا كيفاش كنستقبلوا الموت؟ إكرام الميت كنغسلوه تنتوادعوا معاه نقولوا فيه كلام طيب نقراو علو واحد البركه من القران نصدقوا نطعموا الفقراء نوهبوا له واحد اعمال صالحه نذكروا اعماله صافي ما بقى عنده هو ما يدي معاه حنا اللي غنصيفطوا له ديك الساعه. فهنا اختي ناديه ملي تيموت الميت العلاقه ما كتبقاش تدوز من عندك انت اختو من مرته ولا من ولاده، لا 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 علاقه راه من عندك سيدي ربي وهبي لخوك رحم له نزور القبر ديالو نقرا واحد البركه ديال القران وهبها له نصدق له شي بركه، يعني ما نوضوش نحافيو ناس ما عندهمش قدره، حتى انا ما غنقولش رغبه ما غنقولش ما بغاوش غنقول ما عندهمش القدره يستوعبوا استقبال الموت لانه نبأ عظيم. نبأ الموت نبأ عظيم ماشي بحال الزنزان تيضرب في واحد البلاصه، نبأ عظيم لانه كينبأك انت دورك جاي، راه هو نبأ عظيم المولاه صافي مشى والاحياء تيقول لهم دوركم راهم انتم في الذي ازدادوا. اذا كل شخص حضر لواحد الجنازه سواء ديال عائلته ولا غير ديال الجنازه ديال الجيران راه في هذيك اللحظه راه حنا كنساو الموت كنساو، ولكن ملي كنحضروا واحد الجنازه كنشحقوا من الداخل نوبتي جايه. لهذا حنا في ثقافتنا الاسلاميه ملي كندوزو حدا شي روضه كنحييو وشنو كنقولوا للمقبره والناس ديالها السلام عليكم
انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون. تجيني تقول لراسك الله نقابل مع المقابر تسلم عليهم وكتقول لهم انتم السابقون سبقتوا لهذاك المقام وحنا ان شاء الله بكم لاحقون. كتقول لراسك على كل واحد داز قدام المقبره يقولها لراسه وتيشربها مزيان. علاش كنقولوا حنا المغاربه فلان مريض كيقول له لا ربي مفكرني؟ باش فكرك المرض راه تيفكر في الموت. انا ملي كتمرض كتعجز كتنقص القدره ديالك، وملي كتنقص القدره ديالك عرف بانها في نقصان، في نقصان ماشي في ماشي في ماشي كتزاد. انت كتكبر في العمر راه ما كتزادش القدره ديالك راه كتنقص. فين غادي غادي نهايتك؟ فكاين الناس اللي نبأ الموت كيفروحوا كيخرجوا على العقل كيحمقوا ما عندوش القدره ديالو. راه كاين اللي مرة قالت راجلها حاملة حماق، النبأ ديال أن مرته غتولد منه ما قدرش عليه، ما عمرو كان عنده الاستعداد له، ما عمرو كان عنده التهيئ له، حتى جاه النبأ. راه فلان راه عندك ولد. ما معنى عندك ولد؟ أنك ما بقيتيش ولد أمك وباك فقط، وليتي أب لواحد الإبن. معليتها قدام أمك وباك كانوا هما وراك، انت قدامهم. جا ولدك وليتي انت وراه ولا قدام. جا الصف او كحاس انت في الصف الاول والديك وراك، درتي ولد وبنت عطاهم لك الله، ها وليتي انت في الصف الثاني. ما معنى انت صف ثاني؟ لان لخدينا طبيعيا انسان ما مرض ما والو راه كيموتوا الكبار تابعينهم متوسطين ما عدا لكن طبيعه الحال شي حدث ولا شي حاجه. شنو هو نبأ الموت ولا ما هوش بالسهل؟ ايه هذا خص الانسان يكون دائما في واحد المقام ديال الثقافه، ديال التوعيه، ديال الاحساس، ديال باش ملي كيجيو هاد النبأ العظيم راهم واحد ماشي كلشي. لا لا كاين اللي جالي راسه في الخدمه، كاين اللي جالي راسه في البيع والشراء، كاين اللي جالي راسه في الانترنت، كاين اللي جالي راسه في راسه. اذا كيجي النبأ العظيم يهريب لك كلشي، ما تبقى لا تبيع لا تشري، لا تاكل الموت، تفراني لك السك. اذا تخيل ديك الساعه الانسان هذه مرته اللي كتقول لك الناس ما عارفينش مانيتها، بالنسبه ليها الموت راه ما عارفاش كيفاش غتعيش معه. ما نلومهاش. دابا هي الاخت ديالو يعني قرات انه بحال يعني خرج محقور يعني في ديك الجنازه ما كانتش يعني ولكن كيف ما قلت استاذ نشوفوا ماشي سواسيه الناس، ماشي سواسيه. راه سمعتي كتعيط لنا السيده كتقول لك انا تقاديت وتصيبت وجا راجلها وتعطلت على من الكوزينه وصدق ضاربها بالتليفون وتخاصمو. شنو فهم هو؟ هي فهمات انها فرحانه به، هو ربما فهم حاسه براسها. حيت راه الفهم ما مقادش. علاش ما مقادش؟ لان ما قدرناش نحيدوا سوء الظن وسوء النيه. ما قدرناش نحيدوا الجعره اللي في نفوسنا. كاين اللي كيسمع الجعره ديالو ما تيلومهاش. ايه انت كتعطيه حقيقه للجعره في نفسك، كتقول حقيقه انت مجعور، ولكن هل انت على حق في انك تعترف بحقيقه الجعره اللي كتحس بها حقيقه؟ شتي شنو حنا من حقيقه؟ مشناهاش. واش على حق؟ على حق هي واش غادي نكون عادل الى سمعت الجعره بنفسي في انني نكون جاهل او ظالم؟ ولا لقيتي بان حقيقه الجعله اللي في نفسك غتجعلك ما تكونش عادل وحاول تكبح لينا نفسك. قليل اللي يكبح نفسه كيعطيها طلق لها الجام، حاس بالجعله خرج غضيدو في الاخر، يسمم في الاخر حتى تتوقع الكارثه ويبرد الراس. اندامتي اندامتي اندامتي. شكون اللي غادي يقدر يستوعب هذا الشيء؟ الناس اللي خايفين من انه يغلط في الاخر، لان الغلط في الاخر غلط في حق من حدود الله. حيت كل شيء الا الظلم. شنو ذنب واحد جا زارك تغبش له في وجهه ولا تسمو؟ اش ذنبه؟ هو زاير جا عندك غير زاير، جاي يعزيك ولا جاي يقول لك مبروك العرس ولا كذا، اشنو ذنبه؟ علاش؟ هاد السيده ما قادراش تستوعب بقى فيها الموت خوها وكذا، خصنا نرفعوا لها الهمه. ما تلوميش اختي، حنا في واحد الوقت سيدنا رسول الله نبأنا وخبرنا غيجي واحد الوقت غادي يكثر المال وغتكثر الزنا وغيكثر الجهل وغيترفع العلم. ربما رحنا
بغينا نطلعوا له الله اعلم. وغادي ناخذ مكالمه اخرى. نبقاو دائما مع اوفياءنا باكادير. معنا حسنه. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. ديما الاخر مخرى دكتور. ديما كيشد ليه القط في الاول ولكن شنو ما كتكونش حتى الاخر. مرحبا لاله حسنه مرحبا. بعدا نوصل واحد الرساله بزاف الناس كيقولوا لي حنا قولي للدكتور حنا غير كسالى عود بالصوت معنا في الاجوبه راه غالبا ما كنفهموا والو. واخا نبقاو نبسطوا نبسطوا حتى نحتوها في الحجر مالها. اييه شكرا دكتور. شكرا على وجهك. تكبر معنا عفا دكتور. مرحبا اختي حسنة. انا مزاوقه فيك دكتور عاوتاني. قول. انا دكتور فايت لي عيطت لك على قلت عليك قلت عليك. قالت لي المشكل ديال دارنا شويه داك السيد اللي تقدم لي من بعد بعض التخوفات اللي كانوا عندي من خواتاتو قالوا حيت كثارات وهادشي. المهم تخوفات وصافي وبنته وهذا دابا وصلنا حاجه اخرى. بغيت انا كنثق فيك بزاف خير ان شاء الله. انا يعني ان شاء الله بغيت نتبع يعني النصيحه ديالك ان شاء الله. خير الدكتور دابا داك السيد اصلا دار معنا الصيف دار معايا الصيف غادي يجي باش ان شاء الله نديرو لاكس. جا السيد جا من هنايا للمغرب مشى شاف دارهم من بعد قال لهم راه غادي نمشي باش نشوف السيده ونهضر مع دارهم ونتفق معاهم على العرس واللاكس واش من نهار وشنو غنديروا. انا كنت قلت لك بان دارهم في الاول ما وافقوش لهم قالوا لي سمعنا هضره ما تهضر ما وافقوش لهم ولكن فاش شافوه مصر قالوا لي الله حنا ما عندنا ما نديروا لك الله يكمل عليكم بخير حنا بغينا لك غير خير. فاش جا دابا هما قالوا ليه سير قال لي سير شوف البنت وشوف وتفق معاهم على النهار واللاكس شنو غديروا. يعني الامور بخير يعني ما كاين حتى مشكل. فاش جا السيد دوز يومين رجع عند دارهم قالوا له حكا راه الناس فاش سمعوا صافي هذا الشيء راه ديال بصح وغادي تعرسوا وهذا وجيتي بعلا قبل العرس وهذا بدات عاوتاني الهضره كتحرك. بدات عاوتاني الهضره راه هذيك السيده لا دايره لا فاعله وواحد السيده انا ما عرفت واحد السيد حيت هما بحال قلتي حنا مندور واحد. اختي حسنا فاش نقدر نفيدك عافاك اختي فاش نقدر نفيدك فاش تقدر تفيدني. بغيت الدكتور غير تقول لي اش غندير. ما نقدرش نقول لك اش غدير بنتي حسنا الله يرضي عليك. غير نكمل لك دكتور وانا غادي نقبل الجواب ديالك كما بغى يكون. تفضل حاول تلخص عافاك بنتي حاول تلخص. اييه نحاول نلخص. المهم فاش مشى دابا هضر مع دارهم قالوا لي لا الناس عاود بداو كيهضروا ما كيهضروا حنا هاد الشيء خليه يعطيه اتساع. المهم هو بدا كيهضر اتساع عاد ما قالنا كيعاود لي داك الحوار اللي دار بيناتهم قال لي بخلاصه تلقاو انا قلت لهم ديك السيده بغيتها كما بغات تكون. قال لي انا فاش كنقول لهم بغيتها كما بغات تكون باش نسكتهم كيقولوا لي اذا انت ماشي ديال راس. قال لي المهم في اخر الكلام خلاصه تلقاو قالوا لي وصلنا فيها هالسخط هارضه. قال لي انا دخلت مع فاش نقدر نفيدك باقا ما طرحتيش عليا سؤال. فاش ما عرفت دكتور واش ندير دابا واش ما عرفتش حتى هو هادشي اللي قال لي دابا نفس الشيء لحق لي الحمل ولحتو عليك وقيله. قال لي اللي بغيتي نديرو لاك ديالنا بلا خبارهم ما بغيتيش بغيتي نتراجعوا مع انني انا صعيب عليا نتراجع وصعيب بزاف. واخا بنتي حسنا نعطيك راي دابا شويه في الموضوع. مرحبا يلا واخا حنا غادي نجاوبوك من بعد الفاصله استاذ. مرحبا واخا معنا فاصل ونرجع. تفضل استاذ نصيحتك لحسنا من اكادير. اللي خص واحد يوعى به في مشروع الزواج انا تنحترم بزاف الناس اللي في اوروبا عندهم واحد الصدق واحد الاخلاص وتجاوزوا العلاقه من اجل الجنس تجاوزوها فاتوها اللي هي ما تتعني لهم والو يديروا علاقه من اجل اشباع الرغبه ولا الحاجه ما تدعنيش اليوم اللي كيعني له هو او لها هو هذاك الوئام الفكري يكونوا فاهمين وبان الاخر واعي بشنو علو وهي واعيه بشنو عليها. ولا شفتوا في حياتهم وفي المواقع اللي كتربط الصله بيناتهم لي سيت دو رونكونتر صبحوا كيتشرطوا في المواقع اللي كدير التواصل بيناتهم دي سيت اكزيجون تيوضعوا لي كريتير وتيوضعوا كذا وتيوضعوا كذا حتى انه حاليا عندي اتصال مع واحد العدد من الدول الاوروبيه كاين خبراء في الانترميدياسيون او نيفو دي رونكونتر. انا كتلقى المراه او راجل مسجل في واحد لو سيت دو رونكونتر سيت
معروف بالبروفيسيوناليزم ديالو، ورغم ذلك تيتصلوا برجال ونساء اللي عندهم واحد الصفه يمشيوا في بلاصتهم قبل منهم، يجلسوا مع ذاك الشخص اللي هو تيعرض نفسه للقاء، يتاكدوا من ان الشروط اللي هي كتطلب فيه او الشروط اللي هو كيطلب فيها موجودين او موجودين. حال واحد ان بري ايفالياسيون، خاصه اذا كان في المظهر ديالو جميل وعاطي العين، عامه كيكونوا اكزيجون في لي كاليتي اومين وفي لي كاليتي انتيليكتوال. بنتي حسناء، سؤالي ليك انت، شنو غادي تجيبي لحياتك الزوجيه؟ شنو غادي تجيبي؟ لحمك، جسمك، حضورك، شنو غادي تجيبي؟ شنو الهزه معاك؟ كيعرف ملي تقال فيك واحد الحاجه مزيانه وتفرحي ليها، وملي تقال فيك حاجه خايبه انتبهي ليها. علاش الناس غيقولوا فيك هذيك الحاجه الخايبه؟ كلهم كذابه، كلهم منافقين، او لا عطيتي واحد الانطباع بواحد السلوك ديالك او واحد التصرف ديالك اللي فهموا منه واحد الحاجه، لربما ماشي في حقيقتك ولكن عطيتي انطباع واحد التصرف، واحد الطريقه باش كتكلمي، واحد الطريقه باش انت كتحضري قدام الناس، واحد السلوك واحد التصرف فهموا منه واحد الحاجه. وإلا عطيتي انت واحد الانطباع، راه الانطباع راه نابع منك، راه ماشي بحال الريحه، الريحه نافحه منك، الريحه انت ما مسؤولش عليها، لا عرقتي راه ماشي انت كتعزم باش تعطي ريحه كريهه، راه نافحه عرقتي. اما الانطباع نابع منك، راه ماشي نافح منك، نابع منك انك واش كتقرا اش كتقول، واش كتقرا اش كدير، واش كتقرا اش كتصرف، واش كتحط عينك في عين الاخر كي غيشوفك. الى واحد شفتيه مقر عارف راه مقر راسو، واحد الى شتي كلشي داصر علو، ربما فواحد البلاصه هو دصر الناس علو. اذا هنا كاين واحد الوعي، علاش غادي يقول فيا الاخر ها السخط هرضا ما تخطبش هاد البنت؟ علاش غادي نوصل لهاد المواصل؟ علاش؟ شنو انسان غيجيب لهذا الزواج؟ علاقه جنسيه، تعلموا شويه من الاوروبيه، تعلموا شويه، كونوا في المستوى تاعهم، عندهم كل شيء ممكن وما كيديروا حتى شي حاجه ممكن، كل شيء مباح. اللي بغى يعاشر ذكر يعاشر ذكر، اللي بغى يعاشر انثى يعاشر انثى، اللي بغى يعاشر روبو دابا راه تيتباع ب 8000 دولار في امريكا، روبو داكار وروبو انت تيمشي يشري واحد ويجيبو لدارو. عندهم كل شيء مباح، ولكن عندهم واحد الوعي، عندهم واحد الضمير، عندهم واحد ليثيك، نضج، ناس نضجوا حيت تجاوزوا هذاك التمثيل ديال البوتوكس، هذاك التمثيل ديال المكياج. خلي عندك تيقوا بهذوك الافلام اللي كيرجع عليهم وهذاك الاعلام، سيروا عيشوا معاهم وسولوا الناس اللي عايشين في اوروبا وعايشين، وتشوفوا الوعي اللي عند الناس. تعرف عليها شحال من عام، نهار اللي كيخطبها كتدوزو في الصراط. الصراط تقول له ما تجيبش على كلمه على فمك كلمه زوجة، عندك سي ثقيله عندهم لونيون، ثقيله. يمشيو يدوزو قدام لو جوج ويديروا قدام لو مير ويكتبوا، ثقيله عندهم، كتسوى. علاش؟ لان ما باغيش يطلقوا، باغيين هما يتزوجوا صافي يبقاو حتى يدفن واحد اخر. عندك تسحبوا داك الاشهار ديال الصاحب، راه ما كيتصاحبوش داك الشكل اللي كيروج لكم الاعلام. عندهم لي فالور مورال كبيره بزاف، كتساوي في المجتمعات ديالهم، كتساوي لا دغواتور، الاستقامه كتساوي عندهم، لو ترافاي بيان في الاتقان كتساوي عندهم. حتى حنا امه عندنا هادشي كيساوي مقام الاخلاص. انتي بنتي حسنا قومي راسك، اش غتجيبي انتي الحياه الزوجيه؟ وجيهك ضحكتك سنيناتك لحمك ذاتك، شنو غتجيبي لحياتك الزوجيه؟ شنو غتجيبي ليها؟ الا غتجيبي ليها غير اشباع الجنس، ما جبتي والو، ما جبتي حتى حاجه، حيت هذاك العلاقه الجنس شحال غتمارسو؟ مره ولا جوج من بعد ما غتولفوا بعضياتكم ما غتفوتوهاش في الاسبوع، واخا تشبعوا.
إذن واش كاين شي حاجة ما بعد الجماع، ما بعد القبلة، شنو كاين؟ كاين أش من معنى غتعطيو لحياتكم؟ أش من معنى غتعلموا لولادكم؟ غتسحب بالساهل ناس رباو، تحب بالساهل ناس نجحوا مع ولادهم. اللي عنده المعنى الصحيح راه بحال اللي تيبني بالصخر الصلب فوق الجبل يخلي دارو 100,000 عام وراه، واللي مشى تابنا دويره في واحد الارض فيها الطوب والرمل، عشتا والريح تزول له كل شيء. ما تلعبوش بالعلاقات ما بعضكم بعض. المشكل ماشي عائلته كتقول له، مشكل علاش تقال هاد الشيء؟ اش من مؤشر؟ اش من مؤشر؟ علاش انسان يبرك مع نفسه؟ مشي تشاور اختها، تشاور خالتها، تشاور خالها، امها، باها، مي، با، خويا، خالتي، عمتي، ايش كتعرفوا فيا انا حسنة؟ ما يجزكم بخير، قولوا لي كلمة الحق فيا. ها اش كتعرفوا فيا؟ تخيل تنعرف عائلات بنت كتخطب والخطاب تيسينو تيقول يا ربي ما يقولوش ايه لهاد العائلة باغينها. جوج الخطبات وثلاثة في دقة واحدة هاد العائلة وهاد العائلة كيسينو هاد العائلة، اش غيقولوا ليهم عائلة العروسة؟ لأن باغينها لهاد العائلة. علاش داروا السيرفيس؟ علاش كيطلبوا ويرغبوا؟ علاش هذاك العريس راضي انه يكون في المرتبه الثانيه؟ هذاك الخطيب ديالها الثاني راضي ساين واحد يجاوبوه لين سبقهم. تخيل هادو راه كنعرف بنات اللي عاشوا هادشي. مالها؟ علاش مشاو شدوا عليها العرسان الصف والعائلات كيطلبوا ويرغبوا وما تيتشرطوا ما والو، غير جات الصدفه ان جات العائله الاولى وجات الثانيه وجات الثالثه. تخيل هذيك البنت سولتها واحد النهار قلت لها دخلناك بالله بنتي باش كتحسي؟ قالت لي كنحس بالخوف، لان قالت لي ربما شافوا في واحد الحاجه انا ما فيهاش. شي تواضع شوف. قالت لي ربما شافوا فيا واحد الحاجه انا ما عارف ما فيهاش. ياك ما شافوني كبيره وانا راه عاد درويشه. قالت لي انا قلت لها بنتي راه واقيلا شافوا هذا الخير هذا اللي سميتو تواضع بنتي. الزواج شنو هو؟ 9 شهور ديال الحمل سهله. تقياه والريحه. كي غادي دير المراه اللي ما عمراش بالمعنى هزت تقول في كرشها والكلمه طيبه في فمها وتقابل الضياف وتقابل الخدمة، كي غادي دير؟ وكي غيدير هذا الراجل هذا اللي 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 جاي داخل لواحد الحياه الزوجيه غير هكاك؟ غير هكاك. كاين اللي باني حياته من نهار اللي دار 15 عام، 16 عام هو مشى خدا قرايته خدا الباك مشى قرا في شي بلاصه وتجلى، دار 30 عام ما عمره ما كبر عند امه وباه، من 16 عام و17 هو مجلي. هذا تلاجة خطبك بلا امه بلا باه بلا عائله، هذا راه اصلا مؤسس مريره لحياته. وواحد امه تتنفق عليه وباه هزو حتى دار 27 عام وفي الخارج يقول لك لا انا غنتجوزهم، انت ودي تجاوز انت ودي 27 عام بقيت غنتجاوزهم اليوم. داك تجي متجاوز حياتك وموق امك وباك، كيجيو هما غبركه. اجي امي وبا حضروا معايا راني با عارف ولدو راه فحل ومقاد شغلو وخدام وبيع وشرات، يقول الحاجه موت يقول له الدري 20 عام ما هزيناه في والو، يلا نمشيو نباركوا له حسن الاختيار الله يعاونه، ما حسنش الاختيار شغلو هذاك حنا مالنا، عارفين ولدهم سبع بغابه ديالو. وواحد البارح وامي وابا وامي وابا وشويه توصل الزواج ولو في السخط رضا. علاش هما استعملوا السخط رضا؟ حيت راه البارح وقيله ولو البارح هو راه مازال معاهم في كل شيء. كاين اللي ما يشري قميجة تيعيط لمو با وامي واش كتجي معايا الحمراء ولا الخضراء؟ وابا واش نشري الصباط اللي عندو الطالون ولا نشري داك اللي هابط؟ ابا واش ندخل ناكل الكفته ولا ناكل الحوت؟ انت عارف ابا واش كيجي معايا في كرشي؟ انت هذا راه قاعد ما يدخلش باه في زواجه وهو داخل باه في كرشته، اش كياكل؟ يعني عابر واش غتعطيو لهذا الزواج؟ علاش غديروا به؟ إلا ما مشيتوش بالصدق في الاختيار دابا قيدوا واحد عقد زياد، واحد عقد النكاح، قيدوا اللور، قولوا توقعات احوال الطقس الزوجيه الشتا والرعد والزلزال. واخا غادي ناخذوا اخر مكالمه معنا السي مراد من بجعد.
الو 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 سي مراد. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف اختي بخير؟ الله يبارك فيك سيدي، مرحبا تفضل. مرحبا سي مراد، لاباس خويا؟ دير مع صحتك. لاباس لاباس، مرحبا بك. تفضل. الو. الو. للاسف اخر مكالمه للاسف. تحياتنا سي مراد، نتمنى انه غدا ان شاء الله ترجع تواصل معنا، ونشكرك بزاف على تواصلك معنا انت وكل المستمعين. استاذ نختموا ونبقاو دائما في موضوعنا، بغيتك تزيد توضح لنا كيفاش يعني نقابلوا العلاقه الزوجيه وكانه الاخر يعني ما مقابلهاش، ما نعولوش على بعضياتنا، وفي نفس الوقت باش كل واحد يعطي ديك 100% اللي عنده على حسب القدره اكيد. هو دائما الانسان تيرجع للاصل ديال الحاجه، تأصل ليها، كترجع لأصلها وكتأصل ليها. شوفوا دائما اللي ناجحين في زواجهم، اللي مزوجين 25 عام 30 عام 40 عام 50 عام، اللي ولادهم وحفيدهم كيضربوا بهم المثال وترافقوا معاهم وسولوهم بحال شي واحد مصاحب مع واحد كيبيع الريحة. الله واخا ما شتيش الريحة تجي معطر، لان تبارك في المحل كيجيو الكليين كيشريو كيجربوا الريحه كطرش، والنهار جايب معاك الروايح الفن. علاقه رجع لاصلها، انسان اللي خدم قرا دار حرفه دار تجاره، عرفتي باش تجمع بفلوس الحلال مليون، تشيطها تشيط جوج مليون، وتشيط ثلاثه المليون، وتجمع مليون على مليون، وتمشي دير الدهاز وتشري شويه ديال الذهب، ومن بعد تدير واحد الحفله لعروستك، وكدير هذيك التصاور ديالك وتحطهم في الدار، وتولي عاوتاني تجمع مليون على مليون، ودير هذاك البيت النعاس، ودير هذاك السداري، ودير هذوك المعينات، وعاوتاني تجمع مليون على مليون، وباش تمشي تسافر كتعب مزيان، تتمحن، وكتبغي تعيش، كتبغيش تضيع فرصة العيش، حيت تمحنتي. حيت شي واحد النهار كله هو تيضرب تمارة كيبغي في العشية يدخل دارو وياكل طويجين كيجي معاه رابع اللحم. مشيت مؤخرا لواحد السوق عند حبايبي دكالة، وحاط واحد السقيطة يلاه ذبحوها، سلمت عليه وقلت له ولد عمي عطيني واحد الكتف. اللي معاه مشى جاب لي واحد الكتف شوية ديال يومين، بقيت حاني راسي وساكت. قال لي نصيبك من هذا سكت، راه عنده مول المحل قال له راه عشق على هذا، والسير قال له عطيه من هذاك اللي عشق له. انا بغيت ندوق هذاك اللحم الجديد، هو تشهى لي الاخر البالي، انا ما بغيتش البالي، انا برزقي. ملي عطاه لي شفت محل الله يرحم لك الوالدين. شتي هذا شكون اللي كيعرف بحق الذوق؟ اللي مأصل للذوق ديالو. بغيتي وليدات مرضيين، بغيتي غدا ولادك يهزوا عينيهم فيك ويدعيو معاك ويقولك شكرا، هيا لانت كل عشيه درتي ولو سبب باش هذيك العشيه ما تمشيش ضايعه في الخوه، باش هذاك العشاء ما يدوش بتحرار العيشه، داخل مقلق مزير خدمه ما هياش، فلوس ما عندكش، تماره عائلتك محتاجين، واش ذنب هذيك الدرويشه اللي كتساين في الدار؟ واش ذنب هذوك الدراري دخل مكشر ندوز الحمام نتكسل حمام رخيص في المغرب، ونخرج ندوز الحجام ونقاد، وخا نرش غاداك الكولونيا عرفتي ديك الريحه القرعه ديطرو عاك كضرب حناكك، يدخل الانسان بواحد شويه الليمون ويدير الفعل. شتي راه هي بحال الجمره، محبره بحال الجمره، انت ما كتشدش فيها العافيه دغيا كتعطل، وهات تزن لك جمره وتجيب لك معاها الاخرى وتجيب لك معاها الاخرى، واللي غادي عندك المجمر ديما زاند، تحط فوق منه الماء يطيب، تحط فوق منه الكرعين يطيب، حتى لما عندك ما تطيب على الماء سخون ويدفيك. بقاوش تنتظروا الاخر يدير ليا، دير له انت، دير لمرتك حاجه زينه، وهي عاوتاني خلي شويه ديال الهضره، ما تبقاوش عدو في التليفون نهار ما طال وهي شاده الدو مع امها مع خوها مع اختها مع صاحبتها، كتقاضي الهضره على التليفون تخرج ما بقى عندها كاع لسان باش دوي، تيدوي مع امك شوي مع صاحبتك شوي مع اختك شوي، وخلي شويه الهضره، الهضره كتقاضى حتى هي الجهد ما كيبقاش عندها باش تهضر،
الضحكه كذلك عاد سكسكي عاد ضحكي في الطوبيس عاد ضحكي في الكار عاد ضحكي في الخدمه ويتسالى لك الضحك وتدخلي عند راجلك ما عندك باش تضحكي خلي شويه الضحك وحتى الماكله ما تاكلوش في الزنقه خلي راسكم جيعانين باش تاكلوا بعضياتكم باش كتسحب لك المعيشه شي حاجه صعيبه راه سهله خصها شويه العرف خصها شويه الفهامه وخصها شويه الحرص نحضيوها حيت راه كتفسد مرحبا شكرا لكم مستمعينا على وفائكم البرنامج بكل وضوح لكم تحية سامي عارف لرفقنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية ونتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم